أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن منع فئة البدون من أداء فريضة الحج هذا العام جاء نظرا للإجراءات المتخذة من قبل السلطات السعودية، وخلال اجتماع عقد بحضور قيادي وزارة العدل والأوقاف دعت الوزارة حملة الحج إلى الالتزام بالسوار الإلكتروني حرصا على سلامة ضيوف الرحمن. نفى وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إدراج أسماء أبنائه كأعضاء في بعثة الحج الكويتية، مؤكدا أن ما تم تداوله عار عن الصحة. وخلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الأوقاف بمشاركة قيادي وزارة العدل، دعت الوزارة حملات الحج إلى الالتزام بالسوار الإلكتروني كونه يكتسب أهمية قصوى فيما يتعلق بمتابعة سير الحجاج وتحديد مواقعهم عن طريق نظام الجي بي اس. هذا الكلام أنفي جملة وتفصيلا، ورقة لا تمت بصلة إلى أي شيء لوزارة الأوقاف، وكان عليهم تحري الدقة والاستيثاق وسؤال الوزارة. السوار مثل ما أشار مع الوزير يعني مربوط بالجي بي اس ويحدد يعني مكان الحاج، لأن حقيقة في أوقات الحج الزحام ويعني احتمالات الضياع يعني واردة وكثيرة. من جهته استعرض وكيل وزارة العدل عبد اللطيف الإسرية بعض المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تدشين خدمة ناجز التي تم تفعيلها على مستوى المحافظات. منذ تدشين هذه الخدمة وبدأنا في تفعيلها على مستوى محافظات دولة الكويت، واليوم بدأنا في خطة متكاملة أعلنا عنها بالسابق، واليوم نؤكد ما تطرق له مع الوزير بأن هذه الخطة بدأنا بتفعيلها في ناجز وغيرها من المشاريع. من جهته قال نائب رئيس بعثة الحج الكويتية رومي الرومي أن منع البدون من الحج هذا العام جاء نظرا للإجراءات المتخذة من قبل السلطات السعودية. قمنا بمخاطبة سفارة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد أي حل، وأيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجنسية وثائق السفر، ولكن يعني تبقى أن هناك إجراءات تقوم بها المملكة العربية السعودية، إجراءات خاصة بها، وبالتالي إحنا لا نملك أن نتدخل بها. وتعكف وزارة الأوقاف على إجراء تجربة تقنية جديدة تمكن السوار الإلكتروني من قياس نبضات القلب للحجاج وإرسال رسالة استغاثة للحملة عند الحاجة، على أن يتم تطبيق هذا النظام في موسم الحج المقبل.